المشاريع ليست مشاريع تنفذ بطريقة يسيرة. حكومة تواجه كثير من التحديات، هناك من يحاول أن يشغلنا في هذا الملف أو ذاك، لكنه يواجه إرادة وعزيمة صلبة بالاستمرار بهذه المنهجية بالعمل ولا تراجع عن ذلك أبدا. لا تستطيع أي قوة أن توقف عجلة الإعمار والبناء التي بدأت تحت أي ظرف من الظروف. هذا عهد أمام الله سبحانه وتعالى، أمام شعبنا، أن نستمر بالبناء والعطاء استكمالا لمسيرة شعبنا اللي ضحى أيضا وقدم أغلى ما لديه كوكبة من الشهداء والجرحى الأبطال من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار الذي تشهده كل المحافظات. وبالتالي ليس أمامنا إلا أن نعمل بذات الهمة بذات الروحية في البذل والعطاء من أجل استمرار تنفيذ هذه المشاريع. احنا حالنا حال المقاتلين في الجبهات اللي واجهوا داعش الإرهابية، اليوم نقاتل في الميدان، وهذا هو ميداننا اللي إن شاء الله نستمر بذات العزيمة والإصرار. وبارك لكم وضع حجر الأساس، وإن شاء الله نلتقي قريبا لافتتاح المشروع. شكرا جزيلا لكم.